فبالتالي ما كانش الحلم كبير جدا يعني، كان اقصى احلام اللي انا مثلا اشتغل مرشد سياحي، وده شيء مش وحش، شيء كويس، واني اتكلم لغه لبنانيه كويس جدا. بس انا الترتيب عندي كان مختلف شويه عن بعض الناس، انا كنت عايز اتكلم لغه يابانيه كويس وبعدين اشتغل مرشد سياحي. فكنت مقتنع بالجزء ده. في ناس كتير بتقول لك يعني طب مع الشغل وهتتحسن، لا بالنسبه لي كان الامر مختلف، فلذلك قررت السفر. قررت السفر دي انا بقولها وكاني صاحب القرار، طبعا ساعتها لا ولا صاحب القرار ولا حاجه. انا قعدت اراسل مدارس لغه يابانيه وجامعات، تقريبا كنت ببعث كام خطاب وجواب في الاسبوع، ما كانش في ايميلات ولا حاجه طبعا. فكنت ببعت لمعاهد لغه يابانيه، جامعات ما اعرفهاش طبعا، وبطلب منهم هل في فرصه للدراسه. طب انا طبعا طب تفكرين طبعا انه العناوين دي ازاي جت اصلا، عناوين المعاهد. فاكر كنت بروح المكتبه اللي هي في مركز ثقافي، وكنت بطلع العناوين من الكتب كلها، يعني كنت قاعد الف مع الكتب واخد من هنا حبه واخد من هنا حبه لغايه ما عملت ايه اعتقد يعني كده نوتة كويسة فيها العناوين، فكنت ببعت. طيب إزاي أنا أقف عند الحتة دي؟ الحتة دي مهمة جدا، وهي فكرة الأمل، الأمل الذي لا ينقطع، طاقة غير عادية فيها يعني. ممكن لو بصيت على الموضوع من طرف ثالث، مفيش أي أدوات ومفيش أي معطيات ممكن تخليك تسافر، بل فكرة إنك أنت عشان تسافر تكاد تصل إلى تحت الصفر. مفيش، لأنه مفيش معك. أنا ماديا كنت من أسرة متواضعة جدا يعني، وبالتالي في السنة في الفترة اللي كان دايما اللي بيسافر اليابان هو الناس طبعا مجتهدين من المعيدين مثلا، الناس اللي راح تعمل دكتوراه مثلا، فئة بسيطة يعني. أما واحد يعني نقول هيتخرج ويروح مرة واحدة كده عشان كمان يتعلم أو يرفع مستوى في اللغة، حاجة يعني لو قسناها على المقياس الحالي دي ناس نقول ايه مميزه جدا، موجود يعني الناس مش موجودين، مش موجودين بالفعل. لكن برضو كل ده ما كانش بالنسبه لي مهم، رغم كده في امل ان انا اسافر، وكنت ببعت، ومنها برضو تجربه طيبه، ده خلاني ازاي اعرف اكتب جواب ياباني، انا ما بعرفش طبعا. نقف هنا برضو عند فكره يعني انك انت تحاول تتصرف في إطار المتاح، لكن طموحك ما يقفش لغاية هناك. الكلام يمكن مثالي شوية في اللي بيسمعني، لكن هي الفكرة إني إيه الفرق بين أنا دلوقتي وبين شخص بيبدأ حياته في موضوع الدراسة والمذاكرة والحاجات اللي الفرق حاجتين. الفرق الأول هو العمر، هو أصغر مني وعنده طاقة، وده فعلا الطاقة دي هي علاقة كبيرة جدا بالطاقة الذهنية، عنده قدرة كبيرة على أنه يعني إذا طبعا عنده الإرادة طبعا وعنده الإدراك أنه يمتص وأنه هو يعني يتجاوب ويتكيف. النقطة الثانية اللي هو يتميز بها وهي الأمل، فكرة الموتيفيشن العالية في أنه هو في مستقبل وأنا هقدر يعني أكون حاجة في المستقبل، أو بدور على سعادتي في المستقبل، وده حتى لو كانت الظروف عكس كده. الاثنين دول مهمين جدا في فكرة التعامل مع تحقيق حلم أو هدف، وده اللي بيقل عندنا احنا أو عندنا يعني، بفكرة لكل ما تكبر في السن بتبقى حريص أكتر، مسؤوليات أكتر. فكرة الأمل برضو مهمة وكل حاجة، بس محدودة بأدوات ومعطيات مختلفة غير فبالتالي أنا بقول إن فرصة الشاب بتبقى أفضل بكتير. المهم هو أنا عايز برضو أقطع مع حضرتك في الموضوع ده. الحكاية إن حضرتك لما كنت بتتمنى شيء أو بتطمح لشيء كنت بتطمح في حدود المتاح، وده مش معناه في حدود المتاح بالاستطاعة ولكن باللي حضرتك شفته.
فاللي حضرتك شفته غالبا هي أمثلة الناس اتعلمت لغة يابانية وأتقنتها. حضرتك كنت عايز تتقن اللغة اليابانية، لكن حتى الوقت اللي حضرتك كنت موجود فيه ما كانش فيه فكرة أو فرصة إن حضرتك أو حد تاني أو حد قبليك وصل إن هو بقى دكتور لآداب اللغة اليابانية في اليابان، أو وصل لدرجة معينة من أستاذية في اليابان. فلو حضرتك كنت تعرف التجربة دي أو شفتها كان ممكن الموضوع يبقى، يعني كان ممكن حضرتك تطمح إلى أكتر من ذلك، بس ممكن اللي حضرتك شفته ساعتها إن أقصى حاجة كان حد وصل لها في معارف حضرتك إن واحد بيتكلم لغة يابانية بس. فهي هو هذا هو الموضوع. وأظن كمان المتاح يعني علشان محدش يتحجج بظروف أو أنا مش عارف جامعات، ما عنديش حد يوصي عليا، ما عنديش أستاذة أتواصل معاه. دكتور بيقول إن هو كان بيدور على يعني أنت متخيل؟ وبيبعت خطاب. أنت هنا دلوقتي one click universities in Japan courses in English، أي حاجة كله هيطلع لك مرة واحدة، وهتبعت ايميل، لو بعت ايميل بالانجليزي هيشوفوه، لو دخلت على جوجل وحاولت تترجم الايميل هيتبعت. فلا ان الواحد فعلا يتحرك باللي في ايديه ويتوكل على الله، دي بصراحه حاجه مهمه. لان لو الواحد فضل يفكر ان الامكانيات دلوقتي ما تسمحش ومش هقدر، هيفضل واقف مكانه مش هيتحرك. تمام، انتوا يعني حقيقي بتكملوا لي الصوره بتعليقاتكم. هو احنا بس بنبص من للموضوع بالناحيه تانية خالص، بس حضرتك كلامك مش محتاج حد يكمل.